طيب هل أصبحت إيران غير مرغوب فيها في سوريا من طرف روسيا؟ يعني هل هناك رغبة لدى روسيا بإخراج إيران من سوريا؟ بالنسبة لروسيا أصبحت تشعر بأن إيران أصبحت حمل ثقيل جدا عليها. هي نعم. في البداية تدخلت في سوريا من أجل إنقاذ إيران والحرس الثوري الإيراني. الجيش الحر كان على أبواب القصر الجمهوري، ولو تم حقيقة السيطرة للجيش الحر بالسيطرة على مدينة دمشق لا انتهت إيران نهائيا من منطقة الشرق الأوسط. ولكن بصراحة إسرائيل تريد إيران قوية في المنطقة، ولكن أن تكون تابعة لها بشكل كامل. حتى إسرائيل هي تريد بقاء حزب الله في جنوب لبنان، وتريد بقاء الميليشيات الإيرانية في العراق وفي سوريا. كل ذلك هو للضغط على دول الخليج، هو للضغط على الأردن، هو للضغط على السعودية، من أجل أن تكون هذه الدول في حالة من الغليان، في حالة من الحروب، في حالة من الفوضى، في حالة من عدم التطور الاقتصادي والسياسي وعدم الاستقرار الأمني. ولذلك هم يريدون بقاء إيران في هذه المنطقة، ولكن أن تكون تحت العباءة الإسرائيلية. نعم. طيب سيد مضر، كيف لك أن تربط بين القرار الانسحاب الأمريكي من سوريا وهذه التوترات الأخيرة بين روسيا وإيران؟ هل هناك قرار دولي حول إخراج إيران؟ أولا دول العالم لو كانت تريد أن تخرج إيران من سوريا لا استطاعوا بإخراج إيران خلال ربع ساعة. اتصال مباشر من قبل الإدارة الأمريكية على طهران، اخرجوا من سوريا، اخرجوا من العراق، سيخرجون خلال ربع ساعة، مثل ما خرج نظام الأسد من لبنان خلال 24 ساعة. ولكن أغلب دول العالم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه. أولا من أجل أن تكون هذه المنطقة منطقة استهلاكية، منطقة غير مستقرة، منطقة فوضى، منطقة نزاعات، منطقة حروب دائمة بين أبناء هذه المناطق. هم يريدون الفوضى أن تكون فوضى كبيرة وعارمة في هذه المنطقة. هم لا يريدون للشعب السوري بأن يصل إلى الحكم وأن هو من يقود سوريا في المرحلة القادمة. وكذلك هم لا يريدون للعراق بأن تكون مستقرة لا سياسيا ولا أمنيا ولا اقتصاديا. نعم الفوضى دول العالم والمجتمع الدولي هو الذي يدير هذه الفوضى، وهو من يحرك هذه الفوضى ويغذي هذه الفوضى. طيب برأيك يعني إلى أين من الممكن أن تصل هذه الخلافات في سوريا؟ هل من الممكن أن تصل إلى مواجهة عسكرية كبيرة بين البلدين؟ مواجهات عسكرية مباشرة لا يمكن أن تكون. هناك ستبقى على هذه الحال، يقوم الطيران بقصف بعض المواقع، ببعض القطاعات العسكرية، ببعض الجنود، بعض المرتزقة، ولكن أن تكون هناك مواجهة عسكرية أنا لا أتوقع نهائيا. لأن على سبيل المثال منطقة الشامية حاليا هي تحت الإشراف الأمريكي، موجود فيها مغاوير الثورة، موجود فيها بعض الكتائب الأخرى المدعومة من قبل التحالف الدولي. والتحالف الدولي أنا أتوقع لا يمكن أن يسمح بأن تكون هذه المناطق يعني عرضة للقتال ضد الميليشيات الإيرانية أو العراقية، أو لا يسمح للميليشيات الإيرانية أو العراقية بالاقتراب من هذه المناطق العسكرية. ولذلك أنا أتوقع بأن تبقى الأمور من خلال القصف الجوي.